ولنقاش هذا الملف والحديث عن الهدف الرئيس من مؤتمر دول جوار العراق وموقف هيئة علماء المسلمين منه، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، كيف يمكن قراءة نتائج مؤتمر دول جوار العراق، وإلى أي مدى خدم هذا المؤتمر مصالح العراق والعراقيين على حد سواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وجميع المشاهدين. هذه هي نقطة جوهرية، وهي دائما لهذه اللقاءات والمؤتمرات ينظر إلى مخرجاتها، فعندما ننظر إلى هذه المخرجات ونتساءل أين موقع الشعب العراقي ومصالح الشعب العراقي من هذه المخرجات، نجد أن ذلك صفرا وليس بذلك دون مبالغة هذه النتيجة. أما النتائج الأخرى، النتائج السياسية من لقاءات بينية بين المشتركين ومصالحات ربما هنا أو هنالك أو تفتئة، فهذا أمر آخر، لكن نتحدث عن الشعب العراقي وعن العراقي وعما ذكر من بعض الشعارات التي خاصة ذكرت على لسان الكاظمي وغيره، فإننا حقيقة وكذلك ما أعلن وفي البيان الختامي، فنجد أن أي شيء لم يتحقق ولن يتحقق على المدى القريب والبعيد للشعب العراقي، والله أعلم. أكدت معظم الأطراف المشاركة في المؤتمر على إنهاء التدخلات الخارجية في العراق وإخراجه من واقعه المأساوي، وهذا ما تطرقتم له في بيانكم في الهيئة اليوم. ما مدى واقعية هذا الطرح بوجود إرادة حقيقية لإنهاء التدخلات الأجنبية في العراق؟ وهذا كغيره من الشعارات التي ترفع ولا يطبق منها على أرض الواقع أي شيء، ولا سيما الكل يعرف أن إيران متغولة في العراق عبر ميليشياتها العراقية وعبر أيضا حرسها الثوري ومستشاريها وسفارتها، وخير دليل وخير مثال ما كان قد صدر على لسان وزير خارجيتهم في هذا المؤتمر، وفضلا عن تصرفاته الأخرى التي تدلل بشكل مباشر على هذه الهيمنة هذا النفوذ. الأمر الآخر وهي قضية السيطرة الخارجية للقوات الاحتلال الأخرى وهي القواعد الأمريكية، هذا أمر مفروغ منه ولا يمكن أنه يحل بمثل هذه الشعارات ومثل هذه الأماني، فهي فقط مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي وليس للتطبيق على أرض الواقع. ما مدى إمكانية تحقيق الاستقرار في العراق من خلال مؤتمر دولي لدعم العملية السياسية في ظل استمرار سطوة وسلاح الميليشيات؟ إذا كانت الميليشيات تتصرف بكل حرية وتقوم بكل الجرائم والانتهاكات والفساد في ظل العملية السياسية، العملية السياسية هي المظلة القانونية والحامية لهذه الميليشيات ولكل جرائمها، فأي نشاط سياسي ودعم خارجي من المجتمع الدولي ومن دول الجوار وغيرها إنما هو تقوية لهذا النظام، وبالتالي يكون نتيجة حماية وضوء أخضر لهذه الميليشيات للاستمرار بجرائمها ضد أبناء الشعب العراقي، وعلى ذلك لن يكون هنالك أي استقرار وأي أمان وأي راحة ورخاء لأبناء الشعب العراقي إلا بإزالة الأسباب من جذورها وحل المشكلة من أساسها، ألا وهو إزالة هذا النظام الفاسد والراعي للإرهاب وللإجرام والمجرم. في هذا السياق، دعم المشاركون في المؤتمر خطوات حكومة الكاظمي في الإصلاح السياسي والاقتصادي، ما مدى وجود فجوة بين ما يريده الشارع العراقي وبين الحكومة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد وقمع الحريات وتستر على الميليشيات؟ يحق لنا هنا كما يحق لأبناء الشعب العراقي أن يتساءلوا أين هذه الإصلاحات أو هذه الشعارات أو هذه المساعي التي أعلن عنها الكاظمي أو التي أعلنت من قبل الضيوف الكرام لدعم هذه المساعي. إذا كانت فقط مجرد الشعارات فقد شبعنا وشبع الشعب العراقي من الشعارات، ليس الكاظمي أول من يرفع هذه الشعارات، بل سبقته حكومات سابقة في ظل الاحتلال كلها ادعت الإصلاح وكلها ادعت أنها ستغير، لكن لم يتحقق
ولن يتحقق لأن الأدوات ليست متوفرة ولا الإرادة متوفرة لدى هذه الحكومات. فهمهم الشاغل هو الفساد وهو حماية مناصبهم وكراسيهم وحماية عمليتهم السياسية. لذلك للأسف نقول أن هذا الدعم هو دعم للكاظم وليس دعم لما سمي بمساعي الإصلاح، لأن لا يوجد شيء اسمه إصلاح في العراق. شكرا جزيلا لكم. الناطق الرسمي باسم هيئة علمائية المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف.